شيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. لما قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان وصار علي بن أبي طالب رضي الله عنهما إلى لما قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وصار علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى العراق، وحصل بين الأمة من الفتنة والفرقة يوم الجمل ثم يوم صفين ما هو مشهور. خرجت الخوارج المارقون على الطائفتين جميعا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهم وذكر حكمهم. قال الإمام أحمد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله يبين الخلاف في الفاسق الملي، وهو المؤمن العاصي الموحد، المؤمن الموحد الذي وحد الله وأخلص له العبادة ولم يقع في عمله الشرك، لكنه اقترف بعض الكبائر أو قصر بعض الواجبات، هذا يسمى الفاسق الملي. وهذا هو الذي جاءت النصوص بإثبات الإسلام له ونفي الإيمان عنه، لقوله تعالى في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلموا. وقوله سبحانه في سورة الذاريات: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وقوله سبحانه في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخ في حديث سعد بن أبي وقاص أنه لما أعطى رجالا وترك، قال سعد: ترك رجلا هو أعجبهم إلي، قلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. سبق أن البيان أن هذا صنف من الناس فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أن الذين أثبت لهم الإسلام ونفي عنهم الإيمان إنما هذا يكون في المنافقين خاصة، إنما هم المنافقون، فيكون الإسلام هو الإسلام الاستسلام في الظاهر. وذهب إلى هذا الإمام البخاري وجماعة، قالوا: لأن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. القول الثاني جمهور العلماء، جمهور من السلف والخلف، أن هؤلاء الذين أثبت لهم الإسلام ونفي عنهم الإيمان ليسوا منافقين، وإنما هم ضعفاء الإيمان، وهذا يسمى الفاسق الملي، وهذا هو الأرجح والأصور. كما سبق البارحة، وأن المؤلف رحمه الله رجح هذا القول من عدة مرجحات، ولا بد من ترقيم هذه المرجحات. الترجيح الأول أن قوله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أنه ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. المرجح الأول أن هذا الحرف لما ينفى به ما قرب وجوده وانتظر وجوده، والمعنى أنه لم يدخل الإيمان الكامل في قلوبكم وسوف يدخل قريبا. المرجح الثاني أنه أثبت لهم الطاعة لله ولرسوله في هذه الحال وهم على حالهم، قال: وإن تطيعوا الله ورسوله ولا يلتكم من أعمالكم شيئا. المرجح الثالث أن الخطاب لهؤلاء، أن الله تعالى خاطب هؤلاء بقوله: إن تطيعوا الله ورسولكم، ولو لم يكونوا في هذه الحال مثابين لكان خلاف مدلول الخطاب. المرجح الرابع أنه وصف المؤمنين الذين حققوا إيمانهم بقوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون.
وهذه الأرقام الأربعة لابد أن ترقموها، لأن سيأتي أرقام أخرى خامس وسادس وسابع كلها مرجحات في هذا القول، وهو أن الفاسق الملي أو الذي المؤمن الذي ارتكب بعض الكبائر أو قصر في بعض الواجبات أنه يعطى مطلق الإيمان، يعني أصل الإيمان، وينفى عنه الإيمان المطلق، يعني الإيمان الكامل. قال المؤلف رحمه الله: هذا القسم قد يسمي بعض الناس الفاسق الملي، إنه فاسق لكنه داخل في ملة الإسلام، والناس تنازعوا في اسمه لا في حكمه. وسبق أن أقسام الناس بين أقسام الناس، وأن الذين يدخلون في مسمى الإسلام أقسام: القسم الأول المنافقون، القسم الثاني الصادقون في إيمانهم الذي حققوا إيمانهم، الصنف الثالث الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، الصنف الرابع الفاسق الملي الذي له طاعات وحسنات وله معاصي وسيئات. هذه أربعة أقسام. والقسم الخامس الكافر ظاهرا وباطنا من اليهود والنصارى والوثنية. ويقول المؤلف رحمه الله: الخلاف في هذا في الفاسق الملي أول خلاف ظهر في الإسلام في مسائل أصول الدين، وذلك في خروج الخوارج بعد قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. ظهرت الخوارج وخالفوا في الفاسق الملي وقالوا إنه كافر، خرب أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة على أنه مؤمن عاصي مؤمن ضعيف الإيمان، والخوارج قالوا إنه كافر في الدنيا ومخلد في النار في الآخرة، والمعتزلة كما سيأتي قال إنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر وهو مخلد في النار كقول الخوارج. بل إن أول من تكلم بهذا أصل الخوارج كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرجل الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اعدل، اتق الله واعدل. ولما سأل خالد رضي الله عنه قتله، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قتله، قال: إنه يخرج من ضئضي هذا قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامهم عند صيامهم، يعني من نسله وعقله. فإذا أول خلاف حصل في مسائل أصول الدين في الفاسق الملي. فالمؤلف يبين متى حصل الخلاف، قال: أول حصل الخلاف بعد قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. بويع لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه، بايع أكثر أهل الحل والعقد، وامتنع أهل الشام معاوية أهل الشام من مبايعته، لا لأنه ليس أهلا للخلاف، بل لأنهم مطالبون بدم عثمان. وعلي رضي الله عنه لا يمانع من أخذ قتلة عثمان، ولكنه يقول رضي الله عنه يطلب من معاوية الشام أن يبيعوه، وإذا هدأت الأمور يؤخذ، وثبت على ثبت عليهم على جماعة أنهم قتلوا أمير المؤمنين يقتص منهم، ولكن أهل الشام امتنعوا اجتهادا منهم، فحصل الخلاف وكل من الصحابة مجتهد، من اجتهد فأصر له أجران كعلي وأهل العراق، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر كمعاوية وأهل الشام. فالمؤلف رحمه الله يبين أن هذا أول خلاف وقع في الإسلام في مسائل أصول الدين خلاف الخوارج، وهذا متى؟ بعد قتل أمير المؤمنين عثمان. وأصل هذا اعتراض هذا الرجل ذو الخويصرة أو غيره التميمي الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اعدل يا محمد، اتق الله واعدل. الآخر قال: هذه قصة ما أريد بها وجه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أصل الخلاف في هذه المسألة، في أصل الخلاف في الفاسق الملي، أول خلاف وقع في الإسلام في مسائل أصول الدين الخلاف في الفاسق الملي بعد قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. خرجت الخوارج بعد قتل نهروان، خرجت الخوارج مرقت مارقة على حين فرقة من المسلمين، فقتلهم علي رضي الله عنه وجيشه، قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: تقتلهم أدنى
الطائفتين يعني أقرب الطائفتين إلى الحق. نعم. فالمؤلف يبين هذا ويبين أن الخوارج صحت فيهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد صح الحديث الخوارج من 10 أوجه بخلاف الحديث في القدرية وذنبهم فإنها رفعها ضعيف ولكنها موقوفة أصح يعني وقفها أصح من رفعها. حديث القدرية في ذنب القدرية رفعها ضعيف حديث في رفعها ضعيف ولكن الصحيح أنها موقوفة على الصحابة بخلاف الخوارج. الحديث الخوارج فإنها صحيحة حديث صحيحة ثابتة في الصحيحين وغيرهما. نعم. وقال الإمام أحمد صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه وهذه 10 أخرجها مسلم في صحيحه موافقة لأحمد وروى البخاري منها 10 أوجه وروى أحاديثهم أهل السنن والمسانيد من وجوه أخرى. إذن الحديث صحة الخوارج من 10 أوجه وخروج الخوارج خرجوا في الوقت الذي حصل فيه الخلاف بين أهل الشام وأهل العراق يوم الجمل ثم يوم الصفين خرجت الخوارج على الطائفتين جميعا على طائفة علي وأهل العراق وطائفة معاوية وأهل الشام خرجوا من الطائفتين. نعم. ومن أصح حديثهم حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لئن خر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. يعني هذا فيه بيان عناية الصحابة رضوان الله عنهم بعناية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه يقول إذا حدثتكم عن رسول الله فأنا لا أتكلم إلا عن يقين لا أحدث عن يقين ما عندي شك والله لا نخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أكذب عليه. أما إذا حدث فيما بيني وبينكم بعيدا عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الحرب خدعة. الخدعة يقول خدعة يقول خدعة خدعة صح يعني حرب خدعة أو خدعة وفي ضم خدعة لكن في ضعف. نعم. فإن الحرب خدعة. نعم. وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج في آخر الزمان أحداث الأسنان. سيخرج قوم مع قوم نسخة أخرى قوم في النسخة الأصلية ونسخة ميم حداث إلى قوم قبل قوم في آخر الزمان أحداث أو حداث. نعم. نراجع الحديث. نعم لعله رواية. نعم. سيخرج في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. نعم. هذا الحديث رواه الشيخان وغيرهما رواه البخاري رحمه الله ومسلم والنسائي وأحمد والبغوي وابن حبان وابن عاصم ومعنى أحداث الأسنان يعني صغار الأسنان شباب صغار سفهاء الأحلام يعني ضعفاء العقول أسنانهم يعني صغار وأحلامهم وعاء عقولهم ضعيفة وسنهم صغير شباب صغار
تأولوا الحديث على غير تأويله، ما فهموا الحديث، أخذوا الحديث التي فيها الوعيد والحديث التي جاءت في الكفار فجعلوها في المسلمين، حكموا على المسلمين بأحكام الكفار. إذا زنى كفروا، إذا سرق كفروا، إذا عق والديه كفروا، إذا قطع رحمه كفروا، إذا اغتاب كفروا، كل من فعل كبيرة كافر عنده مخلدون في النار لضعف عقولهم وصغر أسنانهم. يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، وفي لفظ أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجر عند الله لمن قتله. وفي اللفظ الآخر يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه. وفي اللفظ الآخر لئن لقيتهم لا أقتلنهم قتل عاد، شبههم بعادهم قوم كفار، لا أقتلنهم قتل ثمود. احتج بهذا بعض العلماء على كفر الخوارج، وهو رواية عن الإمام أحمد أن الخوارج كفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين وأمر بقتلهم، وقال في قتلهم أجر لمن قتلهم عند الله، وقال يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، قال هذا على كفر، وشبههم بعاد، قال بعاد وبثمود وهم قوم كفار، قال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد لمن قتل ثمود. فلهذا ذهب بعض العلماء وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله إلى أنهم كفار، ويختار هذا القول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، اختار هذا القول أن الخوارج كفار. والقول الثاني قول جمهور العلماء أنهم ليسوا كفارا ولكنهم مبتدعة لأنهم متأولون، والصحابة رضي الله عنهم عاملوهم معاملة الفساق، معاملة مبتدعة، ولم يعاملوهم معاملة الكفار لأنهم متأولون. فرق بين المتأول وبين الجاهل، فهم تأولوا وغلطوا، استدلوا بقول علي رضي الله عنه لما سئل عن خارجها أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. والصحابة عملهم معاملة المبتدعة، فعلى هذا قول الجمهور يكون مبتدعة وليس كفارا. نعم. وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أدم مقروض، في أدم 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 نعم جلد يعني في أدم مقروض لم تحصل من ترابها، أو لم تحصل من كرابها. الأدم الجلد مقروض يعني مدبوغ بالقرض، والقرض شجر يدبغ به في ورقه وثمره، يقال له قرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث علي رضي الله عنه لما كان أميرا في اليمن، بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في جلد، لا في جلد مقروض يعني مدبوغ بالقرض لم تحصل من ترابها، يعني أنه سبر لم تخلص من تراب معدنها، لأن الذهب يستخرج إذا استخرج من الأرض يكون قطعة الذهب، ثم بعد ذلك يصنع، يجعل جنيهات، يجعل حلي، يجعل كذا، يصار بعد ذلك يجعل حلي. هنا هذه التراب قطعة من أخذت من التراب على حالها، ما صيغت، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة أشخاص رؤساء القبائل حتى يتقوى إسلامه، قسمها هذه الذهيبة بين أربعة، عيينة بن حصن الفزاري وأربعة من رؤساء القبائل في نجد وغيرها، لأنه ما أسلموا حديثا حتى يتقوى إسلامه. فلما رأى رجل ذلك قال اعدل يا محمد، اتق الله، ما عدلت، ما أعطيتنا من الذهب، تعطي صناديد نجد وتتركنا كما سيأتي. فطلب خالد رضي الله عنه قتله، فالنبي صلى الله عليه وسلم منعه من قتله، قال إن سيخرج من ضئضي هذا مثله قوم وهم الخوارج، قوم تحت رأس صلاتكم من الصلاة. هذا أصل
أصل الخوارج. نعم. وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أدم مقروض لم تحصل من ترابها، قال فقسمها بين أربعة نفر. يعني ما خلصت من التراب، ذهب واختلط من التراب. نعم. قطعت أخذت من الأرض معها عليها ترابها. نعم. فقال فقسمها بين أربعة نفر، فقال رجل من أصحابه كنا حق بهذا من هؤلاء، قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كف اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال يا رسول الله اتق الله، فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله. حق أولست أحق. وفقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله. نعم. هذا الرجل، هذا وصف هذا الرجل، قام رجل غائر العينين من الغوط، يعني عيناه داخلتان في محاجرهما راسقتين بمقر الحدقة وضد الجحود، مشرف الوجهتين يعني بارز العظمين المشرفين على الخدين، ناشز الجبهة مرتفع جبهته، هذا وصف له، كث اللحية محلوق الرأس، هذه سماء في اللفظ الآخر سماهم التحريق، علامة الخوارج حلق الرأس، يشددون ويتعبدون بحلق الرأس، لا بد يحلق الرأس حتى يكون أبيض يعني الحلق الموس حلق الرأس، هذه سماهم التحليق، يتعبدون ويشددون في هذا. هذا الرجل هو هذا وصفه، غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة مرتفع كث اللحية محلق الرأس مشمر الإزار، يعني ثوبه إلى نصف الساق. فقال اتق الله يا رسول الله، اتق الله كيف، اتق الله كيف، ما عدلت، كيف تعطي الذهب بين أربعة ولا تعطينا؟ وفي اللفظ الآخر اعدل، قال في اللفظ الآخر اعدل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ويلك أولست يعني أحق أهل الأرض أن يتقي الله، وفي اللفظ الآخر قال ويلك فمن لم يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. هذا الرجل هو أصل الخوارج. نعم. هل اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال لا، لعله أن يكون يصلي. قال خالد رضي الله عنه وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. في أن الأحكام تجرى على الظاهر، الأحكام تجرى على الظاهر، فمن كان يصلي فلا يقتل. ولهذا قال لما استأذن خالد رضي الله عنه قال لعله أن يكون يصلي، قال خالد وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، يعني ما لي إلا الظاهر، بدأ يصلي. أما الظاهر الأحكام على الظاهر، أما الخفي ما في داخل نفسه الله أعلم به، حسبه الله. لكن الآن نمشي على الظاهر، تجرى أحكام على الظاهر، ولهذا فإن المنافقين تجرى عليهم أحكام الإسلام، وهم منافقون في الباطن، إلا من أظهر نفاقه وكفره قتل يقتل من قبل ولاة الأمور. أما من لم يظهر نفاقه تجرى عليه أحكام الإسلام من الإرث والتغسيل والنكاح وغير ذلك، جميع الأحكام. وجاء في اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه منعهم بذلك لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. نعم.
قال ثم نظر وهو مقص فقال مقص يعني قد ولاه قفا نظر إذ لما قص هذا الرجل اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم قص يعني ذهب وأعطاهم قفاه لما ذهب الرجل وأعطاهم قفاه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يأخذ من ضعضي هذا قوم تحقرون صلاتكم عند الصلاة مقص يعني ولا قفاه ولا إلى الناس قفاه نعم قال ثم نظر وهو مقص قال ثم نظر وهو مقص فقال إنه يخرج من ضئضي هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال أظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد اللفظ لمسلم نعم قولوا من ضئضي هذا يعني من نسله وعقبه قال لأقتلنهم قتل عاد ذكر في الحاشية أن كلمة لفظ عاد من رواية مسلم وعند مسلم أقتلنهم قتل ثمود احتج بهذا الإمام أحمد في رواية على كفر الخوارج لأنه شبههم بثمود شبههم بعاد وهم قوم كفار وقال يمرقون من الدين كما مرقصهم من ربهم فلهم الآخر ثم لا يعودون إليه قالوا هذا يدل على كفرهم وقالوا الثاني أهل العلم وهو الجمهور أنهم مبتدعة وأنهم عصاة مبتدعة وليسوا كفار لأنهم متأولون وهو الذي عليه عمل الصحابة نعم ولمسلم في بعض الطرق عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحليق الفرقة بالضم الخلاف أما الفرقة بالكسر الجماعة جماعة فرق هذه فرقة وهذه فرقة يعني جماعة فرقة بالكسر بالضم فرقة خلاف يخرجون في فرقة من الناس الخلاف الذي حصل بين علي وأهل العراق ومعاوية الشام في وقت الخلاف خرجوا يخرجون في فرقة وهذا فيه علم من علام النبوة وأنه رسول الله حق حيث أخبر أنهم يخرجون في وقت الفرقة والخلاف فخرجوا بعد ما حصل قتال بين علي وأهل الشام خرجوا سيماهم التحليق هذه علامتهم سيماهم علامتهم تحليق يعني حلق الرأس يشددون في حلق الرأس ما يتركون يخرج الشعر يحلقون حلق كامل يستأصلون ويشددون في هذا ويتعبدون حلق الرأس هذه علامتهم سيماهم يعني علامتهم التحليق نعم عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في امته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحليق ثم قال شر الخلق يوم شر الخلق تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق أدنى بمعنى أقرب تقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق فقتلهم يشهو علي رضي الله فدل على أن علي رضي الله أقرب إلى الحق معاوية والشام في اللفظ الآخر تقتله فئة الباغية قتله جيش معاوية وآل الشام فدل على أن معاوية وآل الشام بغاة لكن لا يعلمون أنهم بغاة مجتهدون لهم أجر الاجتهاد وفاتهم أجر الصواب وعلي ومعاوية رضي الله عنهم مجتهدون مصيبون لهم أجر الاجتهاد وأجر الصواب نعم قال أبو سعيد رضي الله عنه أنتم قتلتموهم يا أهل العراق وفي لفظ الله تقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق وهذا الحديث مع ما ثبت في الصحيح عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله للحسن بن علي رضي الله عنهما إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين الحسن بن علي سيد وابن علي ابن هذا سيد وهو ابن ابنته فاطمة
فدل على أن ابن الابن وابن البنت يسمى ابنا. قوله سيد في اللفظ الآخر الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. قل وسيصلح الله بي بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. في دليل على أن كل من معاوية وأهل الشام وعلي وأهل الشام وأهل العراق كلهم مؤمنون. يعني وصفهم بالإيمان في الرد على من كفرهم من الخوارج وغيرهم. أصلح الله بحسن لما قتل علي رضي الله عنه بايع الناس ابنه الحسن بايعوه بالخلافة. فبقي في الخلافة 6 أشهر ثم تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه بشرط حقن دماء المسلمين. فأصلح الله به بين فئتين عظيمتين ووضعت الحرب أوزارها وبويع لمعاوية في الخلافة في عام 40 من الهجرة. فسمي ذلك العام عام الجماعة. اجتمعت الناس كلهم على معاوية بعد قتل علي رضي الله عنه ومبايعة الحسن 6 أشهر وتنازله الخلافة لمعاوية على شروط حقن دماء المسلمين. زال الخلاف واجتمع الناس على معاوية رضي الله عنه. سمي ذلك العام عام الجماعة. يكون معاوية أول ملوك المسلمين. وانتهت الخلافة. قال النبي الخلافة بعدي 30 سنة. ثم وبعد وآخر 30 سنة 6 أشهر التي تنازل فيها الحسن بن علي رضي الله عنه لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وفي المصنف رحمه الله ذكر في موضع آخر أن هذا الرجل اللي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم قال أن قتله كان جائز، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن قتله لم يحل لأن سفك الدماء بغير الحق من أكبر الكبائر. وإلى أن قال ولما قال ذو الخويصرة اعدل فإنك لم تعدل، وإنما لم يقتلهم لئلا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. ذكر هذا رحمه الله الصالح المسرور. نعم. فبين أن كلا الطائفتين كانت مؤمنة، وأن اصطلاح الطائفتين كما فعله الحسن رضي الله عنه كان أحب إلى الله ورسوله من اقتتالهما، وأن اقتتالهما وإن لم يكن مأمورا به فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية رضي الله عنه وأصحابه، وأن قتل الخوارج مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قتال قتل ولا قتال عندك؟ وأن قتل وفي نسخة أخرى قتال عبارة من قوله وأن قتل الخوارج إذا قبل إما ساقطة من نسخة ميم. نعم النسخة من قتال خم. نعم. ولذا وأن قتل الخوارج مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فالأقرب القتال لأن يقاتلهم الإمام المسلمين. الأقرب القتال هو أن قتال الخوارج أحسن. وأن قتال الخوارج لأن قتل الخوارج الواحد منهم ما ليس الإنسان أن يأخذ واحد من الخوارج يقتله، لا تصير مسألة فوضى. لكن هذا الإمام يكشف شبهته إذا كان لهم شبهة فإن أبوا قاتلهم الإمام. نعم. وأن قتال الخوارج مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اتفق على قتالهم الصحابة والأئمة. على قتالهم يبين هذا المراد. هذه 4 فوائد استنبطها المؤلف رحمه الله من هذا الحديث. إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. الفائدة الأولى أن كل من الطائفتين مؤمنة ليسوا كفارا. علي وأهل العراق ومعاوية الشام كلهم مؤمنون في الرد على من كفرهم. الفائدة الثانية أن اصطلاح الطائفتين أحب إلى الله من القتال. كنهم يصطلحون واصطلحوا على يد الحسن. الفائدة الثالثة أن اقتتال الطائفتين مع كونه غير مأمور به لكن علي أقرب إلى الحق معاوية. علي وأهل العراق أقرب إلى الحق معاوية الشام. لماذا؟ لأن علي رضي الله عنه هو الخليفة الذي بايعه أكثر أهل الحل والعقد. ثبت له الخلافة. فيجب على معاوية وأهل الشام أن يبايعوا. لكن اجتهد معاوية الشام ولا يمانعون في أنه يستحق البيعة، لكن قالوا أول نطالب بدم عثمان ونحن أولياؤه، وإذا لم يؤخذ قتلة عثمان تجاوز طغيانه.
ومعاويه يرى انه من اوليائه. وعلي رضي الله عنه لا يبايع لا يمانع، لكن يقول لا نستطيع الان ناخذ قتله عثمان في هذا الوقت، الان وقت التباس واشتباه، وقت فتنه، ولا يعرف احد بعينه. قال لقتله اندسوا ودخلوا في قبائلهم، فاذا هدات الامور استطعنا ناخذهم بعد ثبوته. لكن معاويه الشام قالوا لا الان حصل الخلاف. فوراء علي رضي الله عنه انه يجب عليه ان يقاتلهم يخضعهم، لانه يجب ان يخضعوا، لانه يجب عليهم ان يبايعوا ولا يشفع عصا مصري. ومعاويه الشام مجتهدون، قالوا نحن نطالب بدم عثمان ولا لا لا نريد الخلافه. فحصل الخلاف، فمن اصاب له اجران ومن اخطا له. واكثر اهل اكثر الصحابه انضموا الى علي رضي الله عنه وراوا ان الحق معه، واستدلوا بقول الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي. قالوا معاويه الشام بغت، يجب عليه القتال، نص الايه قاتلوا التي تبغي حتى تبيع الى امر الله. وبعض الصحابه معاويه الشام اشكل عليهم الامر، ما فهموا هذا من الايه، فهموا انهم يطالبون بدم عثمان. وبعض الصحابه توقفوا اشتبه عليهم الامر فاعتزلوا هؤلاء وهؤلاء، اعتزلوا الفريقين، منهم سلمة بن الأكوع اعتزل الفريقين وذهب إلى البادية وتزوج، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في البدو، ومنهم أسامة بن زيد وابن عمر وجماعة اشتبه عليهم الأمر فاعتزلوا الفريقين. وأكثر الصحابة اتضح لهم الأمر وعلموا أن علي رضي الله عنه هو المصيب، وأنه يجب أن ينصر، وهو الخليفة الراشد الذي تمت له البيعة، فمن لم يباع يجب قتاله يعتبر بالغ. وهذا هو الصواب، الصواب ان معالي هو الذي معه الحق، هو الخليفه بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد، نص الحديث حديث معاويه عمار بن ياسر تقتله فئه الباغيه قتله اهل الشام، وحديث الخوارج يقتلهم ادنى الطائفتين اقرب الطائفتين للحق فقتلهم علي، دل على انهم أقرب إلى الحق. ولكن معاوية الشام مجتهد، فلا يجوز الإنسان أن يضعف الصحابة ولا أن يتكلم فيه. الصحابة رضي الله منهم كلهم مجتهدون، من أصاب فله أجران، أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، ومن أخطأ فله أجر الاجتهاد وفاته أجر الصواب، ولهم من الحسنات من جهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبقهم إلى الإيمان ونشرهم للإسلام ما يغطي ما خذ عنهم من الفوائد. ونقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وكما قال بعض السلف هذه الحروب والقتال اللي حصل نزه الله منها أيدينا، فنسأل الله أن ينزه أسنتنا منها. لكن أهل البدع تجدهم يطعنون في الصحابة، يطعنون في علي، يطعنون في كذا، وهذا خطأ، هذا غلط، هذا خلاف معتقد السنة والجماعة. فالواجب الترضي عن الجميع، نترضى عنهم ونعتقد أنهم مجتهدون، ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجر. وما ينقل عن الصحابة كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية منه ما هو كذب لا يصله من الصحة، ومنه ما هو له أصل ولكن زيد فيه ونقص، ومنه ما هو صحيح والصحيح هم فيه بين مصيب مجتهد، مجتهد مصيب له أجران ومجتهد مخطئ له أجر، ولهم من الحسنات ما يغطي ما صدر عنهم من الفوائد. هذا الواجب على المصيب. أما الكلام في الصحابة والطعن فيهم و ذكر مساويهم هذا من شعار، هذا من طريقة أهل البدع. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يترضون عن الجميع ويترحمون على الجميع ويعتقدون أنهم أن قتالهم إنما ليس للهوى ولا للعصبية وإنما هو عن اجتهاد، ويعتقدون أن لهم من الحسنات من السبق إلى الإيمان والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم ونشر الإسلام والدعوة إلى الله ما يغطي ما صدر عنهم من الهوى. ونقول في الجميع ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم، فإياك أن تلوث لسانك في الطعن في الصحابة، فإن هذا شعار أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والروافض، هم الذين يطعنون في الصحابة ويسبونهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وهؤلاء الخوارج لهم أسماء يقال لهم الحرورية لأنهم خرجوا بمكان يقال له حرورا، ويقال لهم أهل النهروان
لأن علي رضي الله عنه قاتلهم هناك. نعم لهم أسرى سمون الحرورية لأنهم خرجوا في مكان العراق يسمى حرورة فنسبوا إليه قالوا الحرورية. ومن ذلك أن معاوية أن عائشة رضي الله عنها سألت امرأة ما تحسن السؤال فقالت يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فهمت عائشة أنها معترضة. السؤال هذا كان سؤال اعتراض. فقالت أحرورية أنت؟ أنت من الخوارج من بلدة حرورة تعترضين؟ لأن الخوارج عنده يعتقدون أن الحائض تقضي الصلاة مثل الصوم. فهذه المرأة ما هي من الخوارج لكن ما تحسن السؤال. فقالت يا أم المؤمنين كانت تقول ما الحكمة في كون الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ لكن قالت ما بال لماذا؟ كان فهمت منها أنها معترضة وأنها من الخوارج. قال أحرورية أنت؟ أنت من الخوارج؟ قالت لا لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت عائشة رضي الله عنها هكذا كان يصيبنا على هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهذه يسمون الحرورية نسبة إلى حرور ويسمون أهل النهروان لأن علي قاتلهم بمكان يقال لهم النهروان. ويسمون الخوارج لأنهم خرجوا على المسلمين على الطائفتين على مع علي رضي الله عنه وعلى معاوية كفروا الجميع. قالوا علي كافر ومعاوية كافر وعثمان كافر كفروا الجميع. قالوا لأنهم تقاتلوا لأنهم حكموا الرجال في كتاب الله فكفروا. لكن هذا مذهبهم تكفير المسلمين بالمعاصي ومذهبهم باطل مذهبهم خبيث تخليدهم في النار يخلدون المؤمنين في النار ويخلدوا ويكفرونهم بالمعاصي يفعل إنسان معصية كفروه وخلدوا في النار نعوذ بالله. نعم. ومن أصنافهم الإباضية أتباع عبد الله بن إباض والأزارقة أتباع نافع بن الأزرق والنجدات أتباع نجدة الحروري. الخوارج أصناف كثيرة ذكر أهل الفرق أهل الذي كتبوا في الفرق أنهم يبلغون ما يقرب من 24 فرقة والشيعة كذلك منهم الإباضية نسبة إلى أتباع عبد الله بن إباض منهم الأزارقة أتباع عبد الله الأزرق منهم النجدات ومنهم الصفرية لهم فرق كثيرة متعددة. لو رجعت كتب الفرق مثل الفرق بين الفرق البغدادي مثل الملل والنحل الشهر الثاني وغيرها وفصل والملل بن حزم يذكر يقول لك الخوارج 24 فرقة أو 22 فرقة ويعدها عليه الشيعة 24 فرقة كذا. نعم. وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك. هذا معتقدهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب الخوارج. والمراد أهل القبلة المسلمون الذين يتجهون إلى الكعبة في الصلاة وفي الذبح وفي الدعاء يقال لهم أهل القبلة يسمون أهل القبلة. المسلمون يسمون أهل القبلة لماذا؟ لأنهم يستقبلون القبلة في الصلاة وفي الذبح وفي الذكر وفي الدعاء يسمون أهل القبلة. أول من كفر أهل القبلة بالمعاصي بالذنوب من هم؟ الخوارج لأنهم ظهروا قديم بعد قتل عثمان رضي الله عنه خرجت الخوارج فكفروا أهل القبلة بالذنوب يعني بالمعاصي. والمعاصي ما يكفر بها الإنسان إنما يكفر إذا فعل مكفر يعتى بمكفر كفر. أما المعصية ما يكفر بها الزنا ما يكفر إلا إذا استحل يكون ضعيف الإيمان يكون مؤمن ضعيف الإيمان. شرب الخمر ما يكفر يكون ضعيف الإيمان إلا إذا قال حلال يعتقد أنه حلال. إذا تعامل بالربا يكون ضعيف الإيمان. إذا عق والديه ضعيف الإيمان. إذا شهد زور ضعيف الإيمان. هم يقول لا يكفر. إذا سرق كافر مخلد في النار. إذا زنى كفر وخلد في النار. إذا عق والديه كفر وخلد في النار. إذا تعامل بالربا كفر وخلد في النار. هذا مذهب خبيث. نعم. وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك. نعم يستحل دم إذا زنى الإنسان وسرق كفروه وقتلوه يستحل دمه ماله عمله عمل فكافر. الدم حلال وماله حلال كالكافر سواء بسرق بل يسمونه كافر ويخلدونه في النار يستحلون الدم والمال نعوذ بالله. نعم. ومن العجيب أنهم يقاتلون المسلمين ولا يقاتلون عباد الأوثان. في الحديث يقولون يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أهل الإسلام يقتلونهم وأهل الأوثان ما يقتلونهم ليعبدون الأوثان والأصنام يتركونهم
ويقتلون المسلمين بالذنوب. نعم. فكانوا كما نعتهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وكفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه ومن والاهما. نعم. بعد أيضا وكذلك معاوية، كفروا الجميع، كفروا عثمان وعلي ومعاوية كلهم. ولهذا فإنه في تواطأ الخوارج في ليلة واحدة قتل ثلاثة، يقول من الزعماء قتل اتفقوا في ليلة واحدة وانتدب لكل واحد واحد من الخوارج، علي ومعاوية وعمرو بن العاص. أما علي فإنه لما خرج إلى الصلاة ينادي للصلاة كان اختبأ له عبد الرحمن الملجم فقتله، وأما معاوية فإنه جرحه وسلم، وأما عمرو بن العاص تخلف تلك الليلة فسلم. وهذا الذي قتل علي رضي الله عنه يسمى عبد الرحمن الملجم، يرى أنه متقرب إلى الله ويرى أنه فاز بقتله وأنه رفع بها درجات، وله أبيات في هذا يمدح واحد من الخوارج يقول أنه فاز بها وعند الرحمن درجات بقتله لعلي. هذا اعتقاده، عقيدة خبيث. نعم. وقتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه مستحلين لقتله، قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي منهم. ملجم. عبد الرحمن بن ملجم المرادي منهم، وكان هو وغيره من الخوارج مجتهدين في العبادة، لكن كانوا جهالا فارقوا السنة والجماعة. نعم، جهال. في أبيات يقول فيها يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا أن يكون عند ذي العرش كذا، أبيات ضربة يعني ضربة لقتل عبد الرحمن علي يريد بها رفعة من ذي العرش، يريد أن يرفعها في ذي العرش. أبيات ما أحفظها الآن، في أحد يحفظها الآن؟ نعم، عندك شرح؟ عندك الأبيات؟ اقرأها. يا ضربة. لا يحفظني. نعم. يا طعنة من تقي. اقرأ. عندك مكتوبة الآن؟ حافظها. يا طعنة من تقي. نعم. ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. نعم. يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. يعني هالضربة عبد الرحمن المجرم ما أراد بها حين قتل علي إلا ليبلغ بها من ذي العرش رضوانا. هي لها أبيات أيضا أخرى تتبع. هكذا أعتقد أنه مصيب وأنه رفع بها وأنه وصل وأنه يبلغ بها رضوان عند الله، الرضوان عند الله، نسأل الله السلامة والعافية. مصيبة العقيدة، هذه عقيدة، عقيدة في الذهن، اعتقاد، اعتقاد فاسد، فسدت العقيدة، ما في حيلة. نعم. وكان هو وغيره من الخوارج مجتهدين في العبادة، لكن كانوا جهالا فارقوا السنة والجماعة، فقال هؤلاء ما الناس إلا مؤمن وكافر. هذا مذهب الخوارج، هذا يجعل تحت الخط. ما هو مذهب الخوارج؟ يقول الناس قسمان، مؤمن أو كافر، بس ما في عاصي، إما مؤمن وإما كافر، العاصي دخلوا مع الكافر. نعم. الناس قسمان، مؤمن وكافر. أهل السنة الناس عندهم ثلاثة أقسام أو أربعة أقسام، مؤمن محقق الإيمان، ومؤمن ضعيف الإيمان، وكافر، وفي أيضا المنافق الذي دخل في الإسلام. هم لا، ما عندهم إلا طائفة، الناس قسمان، إما مؤمن وإما كافر. المؤمن سيأتي بين المؤلف أنه فعل جميع الطاعات وترك جميع المنكرات، والكافر هو الذي فعل الكفر أو فعل المعصية، إذا قصر في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات فهو كافر. نعم، هذا مذهب الخوارج، مذهب الخوارج. نعم. فقال هؤلاء ما الناس إلا مؤمن وكافر، والمؤمن مؤمن كذا وكافر ولا أو كافر؟ وكافر. لا أحسن، أو النص الثاني، أو إلا مؤمن أو كافر، إما هذا أو هذا. فقال هؤلاء ما الناس إلا مؤمن أو كافر، والمؤمن من فعل جميع الواجبات
وترك جميع المحرمات. هذا هو نعم. فمن لم يكن كذلك فهو كافر مخلد في النار. ثم جعلوا كل من خالف قولهم كذلك فقالوا إن عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله وظلموا فصاروا كفارا. هذا مذهب الخوارج. انتهى بيان مذهب الخوارج. يقول الناس قسمان مؤمن وكافر. من هو المؤمن عند الخوارج؟ من فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات. هذا هو المؤمن. فالإيمان عندهم تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح مثل أهل السنة. لكن يأتي بعد ذلك الفرق. فأهل السنة يقولون إذا أخل ببعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات صار ضعيف الإيمان ولا يأخذ الدار في السنة. وهم قالوا إذا أخل ببعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات كفر، انتهى الإيمان، ينتهي الإيمان بالمرة، ما يبقى منه شيء ويدخل في الكفر. فمن لم يكن كذلك فهو كافر. من أخل ببعض الواجبات أو فعل المحرمات فهو كافر مخلد في النار. ثم جعلوا كل من خالف قولهم فهو كافر. فكفروا عثمان، قالوا عثمان كافر، وعلي قالوا كافر، ومعاوية كافر. لماذا؟ قالوا لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله، ولأنهم ظلموا فصاروا كفارا. فالظالم كافر، ومن حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر. فكفروا الجميع، نسأل الله السلامة. سيأتي حكم المذهب. ما حكم مذهبهم؟ سيحكم المؤلف عليهم. نعم. ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة. إذن عرفنا المذهب وعرفنا الحكم. ما حكم مذهب الخوارج؟ باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة. سيأتي بالأدلة التي تبطل، نرقمها الآن، الأدلة التي تبطل مذهب الخوارج. نعم. واحد. نعم. ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة. فإن الله سبحانه أمر بقطع يد السارق دون قتله، ولو كان كافرا مرتدا لوجب قتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. إذن هذا الدليل الأول على بطلان مذهب الخوارج. ما هو؟ أن الله أمر بقطع يد السارق ولم يأمر بقتله، ولو كان السارق كافرا كما قال الخوارج لوجب قتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فدل هذا على أن الخوارج، على أن العاصي والسارق ليس بكافر، ولكنه مؤمن ضعيف الإيمان، ناقص الإيمان. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، أو قتل نفس يقتل بها. نعم. وهذا الحديث رواه روي عن عثمان وهو محصور في فتنة، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد والحاكم، وهو صحيح. وفيها أنه لا يحل دم مسلم إلا إذا فعل واحد من ثلاث: إذا ارتد، أو زنى وهو محصن، أو قتل نفسا بغير نفس. والعاصي اسم السارق ما يقتل. إذا زنى وهو محصن يرجم الحجارة حتى يموت حد، وإذا قتل عمدا عدوانا يقتل قصاصا، وإذا ارتد يقتل. وما عدا هذه الثلاثة فلا يحل دمه. نعم. 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 كم. وأمر سبحانه أن يجلد الزاني والزانية 100 جلدة، ولو كانا كافرين لأمر بقتلهما. هذا الدليل الثاني على بطلان مذهب الخوارج، أن الزاني والزانية يجلدان ولا يقتلان. ولو كان العاصي كافر كما تقول الخوارج لوجب إيش؟ لوجب قتل الزاني والزانية. والله تقول الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهم 100 جلدة. نعم. وأمر سبحانه أن يجلد قاذف المحصنة 80 جلدة، ولو كان كافرا لأمر بقتله. هذا الدليل الثالث على بطلان مذهب الخوارج، أن الله تعالى أمر بجلد القاذف. القاذف فاسق وعاصي، قال
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهود فاجلدوهم ثمانين جلدة ولم يقف اقتلوهم ولو كان كافر قادس لوجب قتله كما تقول الخوارج. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلد شارب الخمر ولم يقتل. هذا الدليل الرابع على بطلان من الخوارج أن شارب الخمر يجلد ولا يقتل ولو كان كافرا لوجب قتله. نعم. بل قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره أن رجلا كان يشرب الخمر وكان اسمه عبد الله حمارا. كلا حمارا في اللفظ الآخر وكان يلقب حمارا. كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا لقب حمارا. نعم. وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان كلما أتي به إليه جلده فأتي به إليه مرة فلعنه رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله فنهى عن لعنه بعين فنهى عن لعنته بعينه. نعم. عن لعنه. عن لعنه. نعم. النسخة الأخرى لعنه والمثبت لعنته. يجوز لكن أحسن لعنه. نعم. فنهى عن لعنه بعينه وشهد له بحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما. نعم. هذا الرجل كان يؤتابه مرات كثيرا ما يؤتابه يجلد في الخمر فأتى به مرة من المرات وجلد فقال رجل ما قد لعنه الله وفي لفظ أخذه الله ما أكثر ما يؤتابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله ولأن الحد طهارة يطهره من الذنب الإنسان إذا قم على الحد هي طهارة والتوبة طهارة. المرأة الغامدية وماعز جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبين وقيم عليهم الحد فاجتمع كل منهما طهارتان التوبة طهارة والحد طهارة وهذا الحد يطهر ولهذا لما لعنه رجل قال النبي لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله عنده أصل الإيمان كل مؤمن عنده أصل محبة لله ورسوله من لم يحب الله ورسوله فهو كافر ولا تنتهي محبة الله ورسوله إلا إذا جاء الشرك العاصي عنده أصل محبة ولذلك اتقى الشرك اتقى الشرك بسبب حبه لله ورسوله ما وقع في الشرك اتقى الشرك إذا جاء الشرك انتهت محبة الله ورسوله فيكون فيأتي الكفر يعود فهذا الرجل وإن كان يجلس الخمر عنده أصل محبة ولهذا قال فإنه يحب الله ورسوله فنهى عن لعنه بعينه وشهد له بحب الله ورسوله مع النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن شارب الخمر عموما قال لعن الله شارب الخمر وعاصرها ومتصرها وساقيها هذا على العموم فرق بين اللعن العموم ولعن الخصوص العموم ما في مال لعن الله اليهود والنصارى لعن الله السارق يسرق السيقة فتقرب كما في الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده لعن الله شارب الخمر لكن فلان ابن فلان السارق فلان ابن فلان شارب الخمر ما يلعن بعينه على الصحيح لأن الشخص المعين قد يتوب قد يكون ما علم الحكم قد يعفو الله عنه ما تدري عنه الشخص بعينه لكن على العموم لا بأس لعن الله من شرب الخمر لعن الله السارق لعن الله الزنا لعن الله لعن الله القاذفين المحسنين والمحسنين وهكذا ما في مانع لعن العصاة على العموم أما على الخصوص فالصواب المنع. نعم. وهذا من أجود ما يحتج به على أن الأمر بقتل الشارب في الثالثة أو الرابعة منسوخ لأن هذا أتي به ثلاث مرات وقد أعيا الأئمة الكبار جواب هذا الحديث ولكن نسخ الوجوب لا يمنع الجواز. المؤلف رحمه الله استطرد لما ذكر أن ذكر قصة هذا الرجل الذي يؤتى به كثيرا ويوجد في الخمر قال وهذا من أجود ما يحتج به على أن الأمر بقتل الشارب في الثالثة والرابعة منسوخ لأن هذا أتى به ثلاث مرات وقد أعيا الأئمة الكبار جواب هذا الحديث. يقول المؤلف رحمه الله إن الحديث الذي ورد من شرب الخمر فجدوه ثم إذا شرب فجدوه
ثم إذا شرب فجروه ثم إذا شرب الرابعة فاقتلوه. يقول المؤلف الصواب أنها النسخ قتل في الرابعة. ودليل ذلك لأن هذا الرجل كثيرا ما يؤتب فيوجد في الخمر ولم يقتل يؤتب مرات كثيرا ما يعتابه فيجلد. فلو كان القتل باقي لا لقتله، فلما لم يقتله دل على أن الأمر بقتله منسوخ. في حديث إذا شرب فجدوه ثم إذا شرب فجدوه ثم إذا شرب في الثالثة أو في الرابعة فاقتلوه. يقول المؤلف رحمه الله حديث هذا الرجل الذي اسمه حمار واسمه عبد الله ولقبه حمارا كان كثيرا ما يعتابه فيجلد يدل على نسخ حديث إذا شرب الرابعة فاقتلوه. قال لأن هذا أتى به ثلاث مرات. يقول المؤلف وقد أعيا الأئمة الكبار جواب هذا الشيء، أعياهم الجمع بين الحديثين. ولكن يقول المؤلف رحمه الله لكن نسخ الوجوب لا يمنع الجواز، فيجوز أن يقال يجوز قتله إذا رأى الإمام المصلحة. يعني يقول إن الأمر بقتله منسوخ يعني الوجوب منسوخ، لكن الجواز ما في مانع إذا رأى الإمام المصلحة في قتله من باب التعزير، وأنه لا يندفع شر إذا كثر الناس وتجرأوا على شرب الخمر وأكثر من شرب الخمر، لا بأس أن يقتلهم الإمام في الرابعة تعزيرا، لا وجوبا من باب التعزير إذا رأى المصلحة في ذلك درعا للمفسدة. كما أن عمر رضي الله عنه لما تتابع الناس في الطلاق الثلاث ألزمهم بالطلاق الثلاث تعزيرا، صار يوقع الثلاث، وكان طلاق الثلاث بكلمة واحدة، قال لها طالق بالثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وصدر وأبي بكر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من ثلاثة عمر كانت كتب واحدة ثلاثة واحدة. فلما تتايع الناس في الطلاق وأكثروا في زمن عمر قال إن الناس استعدلوا شيئا لهم فيه أنات فلو أمضاه عليهم فأمضاه عليهم تعزير رجعا لهم حتى لا تجروا، فصار من طلق بالثلاث يوقع عليه الثلاث. فكذلك شارب الخمر يجلد ثم يجلد ثم يجلد، لكن إذا تتابع الناس ولم يرتجعوا لا بأس أن يقتل الإمام في الرابعة تعزيرا وردعا للناس. نعم. فيجوز أن يقال يجوز قتله إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك. نعم يجوز لا لكنه لا يجوز. نعم. فإنما بين الأربعين إلى الثمانين ليس حدا مقررا في أصح قولي العلماء. مقدرا بالدال. نعم. ليس حدا مقدرا. عندنا مقررا. لا مقدر تقدير. نعم. فإنما بين الأربعين إلى الثمانين ليس حدا مقدرا في أصح قولي العلماء. كما هو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، بل الزيادة على الأربعين إلى الثمانين يرجع إلى اجتهاد الإمام فيفعلها عند المصلحة كغيرها في أنواع التعزير. يعني يقول المؤلف رحمه الله إن شارب الخمر جاء في الحديث أنه يجلد أربعين، فكان شارب الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر يجلد أربعين جلدة. فلما تتابع الناس زاد عمر استشار عمر الصحابة فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80 فجلدهم عمر 80، فقال الزيادة من 40 إلى 80 هذا اجتهاد، وإلا الجلد الحد 40، فاجتهد عمر رضي الله عنه فزاد شاور الصحابة استشار الصحابة فقال عبد الرحمن أخف الحدود 80 فالزيادة من 40 إلى 80 اجتهاد. كذلك للإمام أن يجتهد إذا تتابع الناس وأكثر من شرب الخمر فيقتل شارب الخمر ردعا، يقتله تعزيرا، كما أنه زيد من الأربعين الثمانين تعزير فلا بأس أن يقتل الإمام شارب الخمر إذا كثر الناس وتتابعوا ردعا لهم اجتهاد وتعزير. نعم. وكذلك صفة الضرب فإنه يجوز جلد الشارب بالجريد والنعال وأطراف الثياب. كذلك صفة الضرب، صفة الضرب كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بالجريد والنعال وأطراف الثياب. جاء في الحديث أن النبي أتي برجل شرب الخمر قال
قال روس من الضارب بيده ومن الضارب بنعله ومن الضارب بثوبه حتى عد 40. هذه صفة الضرب. في جزء نجتهد يجتهد الإمام في صفة الضرب بدل من يضرب بالجريد والنعال يضرب بالعصي بالعصي. فكما أنه في الإمام نجتهد يزيد من 40 إلى 80 كذلك يجتهد في صفة الضرب بدل من يكون بالثياب والنعال يضرب بالجريد كما فعل الصحابة. وكذلك أيضا للإمام قتله تعزيرا واجتهادا. نعم. وكذلك صفة الضرب نعم بخلاف الزاني بخلاف الزاني والقاذف بخلاف الزاني والقاذف فإن الزيادة على 40 في حق الزاني والقاذف حد وليس في اجتهاد. الزاني يجلد 100 ما في اجتهاد كل حد. والقاذف يجلد 80 نص القرآن. الزانة والزانية تجلد كل واحد منهم 100 جلدة. والقاذف الذين يرمون الحصى يجلدون 80 جلدة. هذا حد. بخلاف الزاني والقاذف فليست الزيادة على 40 اجتهاد وإنما حد. أما شرب الخمر فالذي ورد 40 فالزيادة على 40 اجتهاد. بخلاف الزاني والقاذف فإن جلد الزاني 100 وجلد القاذف هذا كله حد وليس اجتهادا. نعم. بخلاف الزاني والقاذف فيجوز أن بخلاف الزاني والقاذف انتهى الكلام. فيجوز أن يقال هذا مبدأ كلام جديد. فيجوز أن يقال قتله في الرابعة من هذا الباب. فيجوز أن يقال قتله يعني شارب الخمر. فيجوز أن يقال قتله أي شارب الخمر في الرابعة من هذا الباب باب التعزير اجتهادا. أما قوله بخلاف الزاني والقاذف فيجوز معترضا يعني بخلاف الزاني والقاذف فإن الزنا على 40 ليست هي حد وليست اجتهاد. فيجوز أن يقال قتله يعني شارب الخمر في الرابعة من هذا الباب باب التعزير اجتهادا. نعم. وأيضا هذا المرجح الخامس تقف على هذا المرجح الخامس من المرجحات أن الفاسق الملي ضعيف الإيمان وليس